السلام عليكم. دلوقتي هنشوف موقع مع بعض اسمه كامبان ايز. هو في فكرة الكامبان بقى، عندك تيم وعندك تاسكات بتتعمل، هنسميها ايه؟ هنسميها مثلا بيم. اوكي، الاكسبيرينس بتاعتنا في الكامبان مبتدئ. اول مشروع هنسميه مثلا اكس واي زد. اوكي، ايه الديسكرايب اللي انت للمشروع دوت؟ ده مثلا يبقى لين واجايل. ممكن هنسميه مثلا ميكانيكال ديزاين. اوكي، هيبقى انجينير. بيقولك اني واحدة اللي انت عايزها، كامبان فيو ولا تايم لاين؟ اقول له مثلا كامبان فيو. عايز انا لغة، فهو بيدينا البورد. البورد دي المفروض ان احنا بنعملها في سبورة كده او على الحيطة بتاعت الموقع، وبقى فيه لاسك موجود هنا بيسهل لنا الموضوع، بيبقى الكمبيوتر اسهل ونقدر نشارك مع الناس. ده مثلا ريكويست، ده الحاجات اللي هي الان بروجرس، ده الحاجات اللي هي دان. فلو في حاجة انت خلصتها بتبدأ تسحبها، مثلا تقول مثلا اعملها هنا، وممكن تخلي فيه تشيلد الحاجة او في الريلاتيف بالشكل دوت. فنسميها مثلا سي، والديسكريبشن بتاعنا، والاساين مين اللي هيشتغل عليها، والديدلاين بنحدد تاريخ لانتهاء الحاجه، والسايز، الاكسترنال لينك تاج اللي انت عايزه. دي هتبقى في الام بروجريس. تمام، طبعا لو حاجه خلصت ممكن تسحبها وتحطها في الدن بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا وتقول له بقى انا عايز اعمل لينك كوبي، عايز اعمل اساين، عايز تايب اغيره، كل الخصائص اللي انت عايز تعملها تقدر تعدل فيها. ممكن تعمل له فولو اب بحيث اي تعديل اللي يجي لك تنبيه بيه، وهكذا. مجرد تدوس هنا تقدر تعمل تاسك جديدة، تضيف كارت معين اهوت هنا، ونسبة الانجاز كام في المية تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. عندك هنا المعلومات كلها اللي انت عايزها. طبعا تقدر هنا تعمل لينك، ممكن تضيف create new shield card وتسميها الاسم اللي انت عايزه. وتقدر تغيرها تخليها في request او in progress. اهوت اللينك. هنجي هنا هنلاقي ان انا اقدر اضيف التاسك، ان انا اقدر اعمل الكارت توكن، ان انا بورد فلتر. هتلاقي عندك تضيف خلفية، هنا تعدل في الكارد فيو، ممكن تضيف ناس تشتغل معاك في الكامبان. ممكن تقول له شو اناليتكس. طيب لو في داتا ناقصة ممكن اقول له يوز اكزامبل داتا، فبيبدأ يقول لي بقى هنا مثلا في تأخيرات، في حاجات المفروض انها تتعمل، اللاست ويك قد ايه، اللاست مانث قد ايه، وهكذا. ففي الداتا كلها موجودة تقدر تتحكم فيها، وتقدر تعمل داونلود كصورة كملف اكسل زي ما انت عايز. ولو في اي مشاكل ايرور هيبدأ يجيبها لك. تقدر تشوف البيانات بتاعتك بالشكل دوت.